لو قلت ليكو ان مصر كانت بتعمل اعمال للدول المعادية ليها وكذلك الدول المعادية ليها كانت بتعمل لها اعمال، عايزين تعرفوا ايه حكاية الاعمال اللي كانت الحضارات القديمة بيحاربوا بعض بيها؟ اتفرجوا على الحلقة بتاعت النهاردة. مساء الجمال على احلى متابعي قناه مصر جميله مع نيرفانا، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بصحه وبخير وبسلام. النهارده انا هتكلم عن حلقه الاعمال عند المصريين القدماء اللي كانوا بيعملوها للاعداء غير اللي كانوا بيعملوها جوه كمان البلد ذات نفسها. في ناس مش هتصدقني بس بصراحه يا جماعه الموضوع ده متوثق وفي ناس علماء كبيره جدا هم اللي وثقوها وتقدروا ترجعوا للدراسه بتاعتها. انا ان شاء الله بحط لكم المصادر في صندوق الوصف زي ما انتوا عايزين لان في ناس كتيره جدا طلبوا مني حكايه المصادر وحققوا بصراحه، بس في مصادر بتبقى في الكتب وفي مصادر بتبقى على النت، فبالتالي لما بلاقيها متوفره على النت بكتبها. فيلا بينا مع بعض نعرف ايه حكايه الاعمال اللي كان المصريين القدماء بيعملوها لاعدائهم وكانت بتجيب نتيجه وكانت منتشره في الوقت ده مش مصر بس. الموضوع يا جماعه بدا ان كان في حاجه اسمها نصوص اللعنات اللي انا كلمتكم عنها في الحلقه اللي فاتت، بس ده كان جزء بسيط منها. النصوص دي هي مقسمه لعده اقسام ولعده اغراض. الغرض الاولاني اللي انا قلت لكم عليه في مجموعه منها مخصصه لانها بتتحط على المقابر لحمايه المتوفى وحمايه المقبره من السرقه، ده نوع من نصوص اللعنات. اما النوع الثاني اللي انا هتكلم عنه النهارده هي عباره عن اعمال فعلا كان سحر معروف عند المصريين القدماء كانوا بيعملوه لضعف العدو اللي قدامهم. ايا كان بقى، يعني لو حد عايز يضعف واحد، واحده عايز تضعف واحد، واحده عايز تضعف واحده، يعني الموضوع ده كان موجود لغايه وقتنا هذا وهنلاقيه في السحر الاسود وهنلاقيه في كثير من الافلام الاجنبيه اللي بتتكلم عن الفودو والسحر الاسود والكلام ده. وهنلاقي برضو في بعض الافعال لغايه وقتنا هذا اللي هي لما بيجيبوا عروسه ويقعدوا يخرموها بالدبوس، ده برضو نوع من انواع السحر. فكان المصريين القدماء كانوا بيعملوا السحر ده ازاي؟ كانوا يا جماعه بيكتبوا النصوص السحريه الخاصه بعمليه طرد وإبادة أو تقليل شر الأعداء، كانوا بيكتبوها على قطع يا إما من الزجاج لإما من الفخار لإما من الأحجار، يعني لازم حاجة تكون بتتكسر. ليه بقى؟ لأن هما لما بيكتبوا التعويذ دي ومعاها اسم الشخص اللي انت عايز تأذيه وياخدوا الحاجة اللي مكتوب عليها ويكسروها، انت كده بتعمل عملية تدمير للشخص اللي انت كتبت اسمه على الحاجة دي. وبعد ما بيكسروها ياخدوا القطع اللي متكسرة ويوزعوها في أماكن مخصصة للشعائر الدينية الخاصة بالمصريين القدماء. ده كان يا جماعة يعتبر نوع من أنواع الممارسات السحرية الأكثر منها عمل ديني، يعني هما بيعملوا الموضوع ده كنوع من أنواع ان هما في الشر، يعني بيعملوه في الخير مش في الشر. هنلاقي إن نفس السحر ده كان ممكن يحصل ما بين الأفراد، لكن المشكلة اللي احنا بنتكلم عليها النهاردة إنها كانت بتحصل بين الدول، ولقينا فعلا أجزاء من هذه الأعمال موجودة بترجع لعصر الأسرة الـ12. الأعمال دي أو النصوص السحرية دي لقيناها يا جماعة، لقيناها بتحمل صيغ من التعويذ واللعنات ضد مين بقى؟ يعني انت لما تيجي تفكر تقول لي يا ترى ايه الاعداء اللي كانت عند المصريين القدماء زمان ان هم يقدروا ان هم يعملوا لهم عمل علشان يقللوا من قوتهم؟ الاسيويين لقينا كمية اعمال معمولة ليهم لا تتخيلوا عددها. الغرض منها زي ما انا قلت لكم ان يعني بيضعفوا العدو، خاصه ان كان في دايما ما بين الحضاره المصريه القديمه والاسيويين مع اختلاف القبائل، يعني مش شخص مش قبيله واحده، لا القبائل كانت بتختلف كل مره على حسب الملك. لقينا كان دايما في مناوشات ما بيننا وما بينهم على طول الخط، يعني طول الخط لقينا الموضوع ده من اول الاسره الـ12. تم العثور على هذه اللوحات أو هذه الأعمال السحرية على مر العصور، يعني مش مجموعة واحدة نقدر نتكلم عنها، لكن لما كانوا بيلاقوها كانوا بياخدوها. فتقسمت عندنا المجموعتين، المجموعة الأولى هي نصوص أطلق عليها نصوص برلين وتم نشرها سنة 1926، والنصوص دي اللي هي موجودة في برلين حاليا موجودة فيها مكتوب فيها 20 منطقة في كنعان وفينيقيا و أورشليم و30 اسم لأشخاص من أصحاب السلطة من هذه الشعوب اللي أنا قلت لكم عليها اللي هي أورشليم وكنعان وفينيقيا. ده
ده بالنسبة لمجموعة برلين. أما بالنسبة للمجموعة التانية فهي تم نشرها عن سنة 1957، ودي أطلق عليها النصوص بروكسل، ومكتوب فيها برضو أعمال لأشخاص سياسية في الوقت ده. أما المجموعة الثالثة فتم نشرها سنة 1990، والكلام ده قريب، وأطلق عليها نصوص ميركس. يلا بينا مع بعض بقى نعرف الأعمال دي كانت بتتكتب بأنهي لغة. دي يا جماعة كانت بتتكتب باللغة الهيراتيقية، لأن اللغة الهيراتيقية هي كانت لغة سهلة إن هم يكتبوها وسهلة إن هم يتداولوها، على عكس الكتابة الهيراتيقية، أنا آسفة، هي كتابة مش لغة. وكذلك الكتابة الهيروغليفية هي كانت كتابة مقدسة، مش معقولة يدنسوها إن هم يكتبوها على فخار ويكسروها، ده يعتبر تدنيس للغة الآلهة عند المصريين القدماء. فأغلبية المجموعات اللي أنا اتكلمت عنها النهاردة كانت منتشرة جدا في عصر الدولة الأسرة ال11 والأسرة ال12، يعني كل المجموعات اللي أنا قلت لكم عليها دي كانت في هذا الوقت الزمني. إيه بقى الأماكن اللي كانت مكتوبة غير اللي أنا ذكرتها؟ تعالوا بينا نعرف بالتفصيل إيه هي الأعمال اللي كانت مكتوبة لأماكن معينة والأشخاص معينين، إيه هي الأماكن دي؟ تعالوا بينا مع بعض نعرف. أول حاجة مدينة عكا، ومدينة العفولة، وإرقة، وعسقلان، وبيسان، وجبيل، ودمشق، ودان، وهي كانت مدينة توراتية، وعجلون كنعان، وجبل الشيخ، والقدس، وقادش، ولخش، واللد، ورهوف، وشكيب، وتل هزور، وصور اللي موجودة في لبنان حتى ما سلمتش من المصريين القدماء، وعملوا لها عمل قبل ما يبتدوا ان هم يروحوا يغزوها او يحصل نوع من انواع حرب ما بينهم. فده العملية دي كانت الغرض منها هو طرد او سحب الطاقة بتاعت العدو المقابل. هذه العادة المصرية أو هذه الطقس السحرية عند المصريين القدماء تم تداولها في الكثير من الحضارات الأخرى، زي مثلا اليونان اللي لغاية وقتنا هذا بتتفاخر جدا بالطقس اللي هي إن هم يرموا الطبق على الأرض. دي كانت طقس مصرية قديمة هم خدوها مننا، الغرض منها عندهم اللي هو كان الغرض منها عند المصريين القدماء اللي هي إزالة الطاقة السلبية من المكان المحيط بهذا المكان عن طريق كسر هذه الأواني. هي نفس الفكرة. في برضو عندنا في مصر بيقولوا إيه لما حد يكون وحش جدا ويمشي من مكان، يقولوا له اكسروا، يقولوا مثلا للناس اللي قاعدة اكسروا وراه قلة، ليه؟ علشان الطاقة الوحشة اللي هو سابها في المكان تغور معاه. ده فكرة عند المصر القديم مازال مستمر من هذا الفكر العقائدي المصري القديم اللي كان عند المصريين القدماء، وما زال لغايه وقتنا هذا. لما بنيجي مثلا في شم النسيم بنجيب بيضه ونكتب عليها، وفي ناس تانية يقول لك ايه اصل ده عيد الفصح نكتب الامنيه على البيضه ونكسرها. دي برضو دي عادات مصريه قديمه متاخده من هذه الطقس السحريه، والغرض منها هو تحقيق الاماني عن طريق ان انت لما تيجي مثلا تكتب الحاجه على البيضه وتيجي تكسرها فانت كده بتحقق الامنيه، او العكس، يعني مثلا لما تيجي تاذي حد تعمل الحركه دي فيه. فكل دي يا جماعة عادات مصرية قديمة كانت موجودة وما زالت متوارثة، بس بتختلف طريقة الاستخدام من مكان لآخر ومن شخص لآخر ومن عصر لآخر ومن غرض لآخر. فده كان موضوع النهاردة، أنا حبيت أعرفكم يعني إيه نصوص اللعنات وكانت خاصة بإيه وإيه قصتها وإيه أولها وإيه آخرها. وده كان موضوع النهاردة، يا رب يكون الفيديو عجبكم. ولو الفيديو عجبكم يا جماعة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتنتظروا مني كل ما هو جديد وتتفرج على كل ما هو قديم. وشكرا جدا 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 على متابعتكم. Okay.